اتحاد نقابات عمال مصر بيعقد مؤتمر صحفي لرئيس اتحاد نقابات عمال مصر بعد القرار الجمهوري بضمه للجنة الخمسين. الحقيقة سيد عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر هو معانا مباشرة على التليفون يكلمنا عن مساء الخير سيادة مساء الخير أستاذ عبد الفتاح. أستاذ عبد الفتاح، نعم، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. أسأل حضرتك على مردود انضمام اتحاد عمال مصر للجنة الخمسين وأهم ما سيطالب به اتحاد العمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا انضمام اللجنة الخمسين هو بمثابة أمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومثل عمال مصر في هذه اللجنة، وأتصور أن احنا يجب أن نلعب دورا مهما خاصة في وضع دستور جديد يضمن حقوق اقتصادية واجتماعية للعمال، فضلا عن دستور يحقق علاقات عمل متوازنة بين العاملين الذين كانوا وقعوا الثورة وعانوا كثيرا وما زالوا يعانون حتى الآن، وغلب على ملفهم الاقتصادي الملف السياسي والأمني. احنا بحاجة الى ان يكون صوت العمال داخل اللجنة، خاصة في نسبة 50% عمال والفلاحين اللي اكتسبوها من ثورة 23 يوليو 52، ايضا في مسألة الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين في مصر. نعم، أشكرك أستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال مصر.